يا اهلا بكل متابعينا اينما كنتم الى حلقه جديده من الحصاد الاقتصادي. فصل قصير ونعود اليكم. أودعت المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية. وسيخصص المبلغ لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن. ويأتي هذا الدعم تأكيدا على حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية. ناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية ممثلي القطاع الخاص الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري. وأوضح بن مبارك أن هذا اللقاء هو فاتحة للقاءات دورية مع القطاع الخاص لمناقشة الاحتياجات المتبادلة وحل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص كجزء من عمل منظم لتطوير بيئة العمل والاستثمار، موجها وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع القطاع الخاص لوضع خطة للإجراءات المطلوبة لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار وتطوير وتوسيع مجالات عمل القطاع الخاص. وتطرق رئيس الوزراء إلى تأثير الانقلاب والحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أسعار التأمين على البضائع وتفاقم ذلك مؤخرا، واستمرار الحكومة في مساعي خفض كلفة التأمين بالشراكة مع الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي. أقرت لجنة الموازنة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملاس البرنامج الاستثماري للعام 2024 والمقدرة ب 21 مليار و862 مليون و600 ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 19% عن الموارد الفعلية المحققة في العام 2023. ولفت لملس إلى أن ذلك تحقق بفضل تضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية للموارد المحلية، مشددا على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان. واستعرض مكتب المالية والتخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع مؤشر مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2024. وأشار الاجتماع إلى عدد من الأسس والقواعد الواجب التقيد بها خلال تنفيذ البرنامج الاستثماري، وشدد الاجتماع على عدم الدخول في أي مشاريع جديدة أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية مع التقيد بخفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية. تفقد محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم سير العمل في مشروع جمعية شقرة التعاونية السمكية بدعم من منظمة الفاو بتكلفة تقدر ب 275 ألفا. وخلال الزيارة سمع المحافظ سالم إلى شرح عن مكونات المشروع والذي يهدف إلى إعادة تأهيل جمعية شقرة التعاونية والتي تعد من أقدم الجمعيات التي تأسست في سبعينات القرن الماضي. وشدد المحافظ على سرعة إنجاز المشروع وتحسين جودة الأداء في تنفيذه وبما يسهم في تعزيز عمل الجمعية والارتقاء بالوضع السمكي بمدينة شقرة نحو الأفضل، مشيرا إلى أن مدينة شقرة الساحلية تحظى بعناية خاصة من قيادة السلطة المحلية لما لها من أهمية وموقع حيوي، موجها مدير المديرية بالرفع بالاحتياجات الضرورية التي تلبي احتياجات المواطنين فيها. ارتفاع سعر البصل في الأسواق المحلية جاء نتيجة تزايد الطلب عليه رغبة من بعض المزارعين الحصول على أسعار أفضل في تصديره إلى الخارج، إلا أن قرار وزير الزراعة والري بوقف تصدير البصل عمل على خفض أسعاره وتوفره في الأسواق المحلية. التفاصيل وزميل محمد عبد الله غالب. أثار ارتفاع أسعار منتوج البصل في الآونة الأخيرة في الأسواق المحلية المحافظات المحررة، والذي وصل سعره إلى حد قياسي غير مسبوق جدلا واسعا، والذي يعزى إلى حملة التصدير إلى الخارج دون رقيب.
ما دعا وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري إلى إصدار قرار وزاري بوقف تصدير البصل وتشكيل لجنة لتحديد حجم احتياج السوق المحلية من البصل والكميات الممكن تصديرها إلى خارج البلاد. عندها أصدر الوزير السقطري قرارا برفع الحظر. وأشار وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الري المهندس أحمد ناصر الزامكي إلى أن قرار استئناف تصدير البصل إلى الخارج جاء وفق الأطر المتبعة مع الإبقاء على كميات من المحصول لتغطية احتياجات السوق المحلية. لم يأتي قرار مع الوزير للإضرار بأي من سواء المزارعين أو حتى المصدرين. القرار أتى لتنظيم موضوع إيجاد المحاصيل ذات الإنتاج المحلي بما يتناسب مع استخدام المستهلكين من المواطنين في بلادنا، وأيضا بما لا يضر بالمزارع فيما يخص حصوله على أفضل مردود من زراعة أي محصول بما في ذلك البصل. المزارع طبعا قد يشكو، لكن القرار ليس قرار نهائي، وكما صدر في القرار أن القرار عبارة عن منع لإيقاف الصادرات لتنظيمها فيما بعد وليس إيقاف كلي كما يفسره البعض. وبالتالي عندما نأتي إلى المنع الكلي في القرار عبارة عن إعادة النظر في موضوع الصادرات ومقارنة الوضع المحلي لتوفير المحصول المعين للمواطن في السوق المحلية. رأينا أنه من خلال القرار عندما صدر خلال 48 ساعة من توقف تصدير البصل انخفضت السلة البصل التي يصل وزنها إلى حوالي 24 كيلو غرام من فوق 30,000 أو 35,000 إلى 20,000 ريال، على أن هناك إيجابية للقرار من جانب على المستهلك. وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ القرار وتقييم آثاره واتخاذ الإجراءات اللازمة ونتائج التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العامة للمزارعين والمستهلكين. قناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز في اجتماع عقد برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان، ناقش تقييم مستوى تنفيذ خطة الاتفاق والإنفاق للعام 2023 وتنمية وتحصيل الموارد والمؤشرات المستخلصة للنجاحات المحققة خلال العام ذاته. واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومديري المديريات المحررة الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة ومقترحات المعالجات، بالإضافة إلى مناقشة خطة الإنفاق المستهدفة خلال العام الجاري 2024. بهدف دعم الصيادين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وضعت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية خططا استراتيجية للحد من الآثار الناجمة عن الأحداث الدائرة في البحر الأحمر. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ألقت الأحداث المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بتبعاتها على أنشطة الصيد البحري، مضيفة المزيد من المتاعب على الصيادين الذين يعانون من انحسار أعمالهم وتضرر موانئ الصيد البحري ومراكز الإنزال السمكي في منطقة خليج عدن جراء الأحداث التي تشهدها بلادنا. وقد استعرض وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية غازي الأحمر حجم المعاناة التي نجمت عن هذه الحرب والأضرار التي أصابت المصائد البحرية في خليج عدن نتيجة أحداث البحر الأحمر. أيضا قيمة الصادرات السمكية من من العملة الصعبة مثل ما ذكرنا بالسابق تقارب 400 مليون دولار، فهذه الفرص جميعا رغم المعاناة التي عاناها القطاع السمكي والصيادون والمنتجون والمصنعون جراء الحرب وجراء ضعف البنية التحتية والدمار الذي حصل للبنية التحتية جراء الانقلاب الحوثي وآخرها الأحداث التي حصلت في البحر الأحمر، وللعلم أن هذه الأحداث والحرب أثرت على القطاع السمكي بشكل كبير جدا حيث ستتقلص فرص العمل. مثلا في البحر الأحمر هناك أكثر من 62 ألف صياد يعولون أسر ويعولون يعني نسبة كبيرة من السكان،
هذا عملهم توقف شبه توقف تام خلال الأشهر الأخيرة، والبعض منهم تعرض للخطر وبعض منهم تعرض للإصابة والبعض منهم قضى نحبه في الأحداث الأخيرة من 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 الحرب التي شنها الحوثيين منذ اندلاع حربهم التي شنوها في 2015 إلى يومنا هذا، وكل يوم أحداثهم تزيد والضرر يزيد على القطاع السمكي، زراعة الألغام أيضا في البحر، القصف المتواصل، ضرر بالبنية التحتية، نزح أغلب الصيادون في البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي لتتبع لقبة العيش. وحول المعالجات التي يمكن اتخاذها لدعم الصيادين في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، أشار الوكيل غازي الأحمر إلى أن هنالك خطة طويلة الأمد تم وضعها لمعالجة أوضاع الصيادين وإعادة تأهيل موانئ الصيد البحري. طبعا الخطط الاستراتيجية للأمن الغذائي هي من 23 من عام 23 لعام 27، والخطة الاستراتيجية بشكل عام للقطاع الزراعي السمكي وخطة من عام 24 إلى عام 2030 بتمويل من الفاو، وستعرض هذه الاستراتيجيات والخطط للمانحين والمنظمات الدولية للإسهام في إعادة تأهيل البنى التحتية ودعم المزارعين والصيادين ورفع من إنتاجهم ورفع الضرر الذي لحق بهم جراء الحرب هذه التي شنها الانقلابية الحوثة. وإن شاء الله خلال الأعوام القادمة نرى تحسن في إعادة تأهيل البنى التحتية. كل تلك المعالجات سوف تعمل على تخفيف العبء على الصيادين والمشتغلين في مجال الصياد وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العديد من الشباب. قناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن. ومن عدن إلى لحج، حيث ناقش المكتب التنفيذي بالمحافظة في اجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي تقارير الإنجاز للإدارة العامة للموارد المالية للعام المنصرم 2023. وخلال الاجتماع أقر المكتب زيادة الإيرادات المحلية والمشتركة في العام الجاري 2024 بواقع 20% عن مخطط الربط للموارد المحلية والمشتركة الخاص بالعام المنصرم 2023. وأوصى الاجتماع بتفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية بالمحافظة لتحصيل الموارد والالتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة وفقا لقسائم التحصيل والتقيد بأحكام القوانين واللوائح بعدم الصرف من الإيرادات وعدم تجنب أي جزء منها طبقا للقوانين النافذة. ناقش اجتماع لجنة الإيرادات بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبدالله الباكري خطة عملها للنصف الأول من العام الحالي وجهود تحصيل الإيرادات المالية وتنميتها. وأكد الباكري أهمية تنمية وتحديث الموارد الإيرادية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة معالجة الصعوبات وتحسين الأداء. كما جرى في الاجتماع مناقشة آليات تفعيل الأداء في المكاتب الإيرادية وتنشيط الأوعية بما يلائم التوسع في الاستثمار والنهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة. واتخذت اللجنة عددا من القرارات والإجراءات المتوافقة مع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المكاتب الإيرادية بما يحقق التنمية المنشودة في الموارد. بهدف مناقشة الوضع المالي في المناطق المحررة، نظمت الغرفة التجارية بعدن لقاء موسع ضم عددا من رجال الأمال والأعمال والمصارف المالية والأكاديميين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. شهد اللقاء التشاوري الموسع للتجار ورجال وسيدات الأعمال وأعضاء نادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك والمصارف ومندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بعدن اليوم، حلقة نقاش تدارسوا فيها الوضع القائم في البلاد والحالة الاقتصادية والمالية لخدمة المجتمع اليمني والوقوف على مسبباتها. وقد أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن نائب رئيس الغرفة التجارية في الجمهورية أبو بكر باعبيد بأن هذا اللقاء سوف يتم من خلاله توجيه رسالة بالحلول اللازمة إلى رئاسة الدولة والحكومة للخروج من هذه الأزمة المالية. نوجه هذه الرسالة إلى الدولة، إلى المجلس الرئاسي وللحكومة وللأشقاء في التحالف، قادة التحالف،
أنه الوضع وصلنا إلى وضع صعب يتحمله، لا القطاع الخاص يقدر يتحمل ولا المواطنين يقدروا يتحمل. فأما نكون واحد من الاثنين اليوم بيكون يوم فارق في وضع البلد، يا أما أن نغير ونقف ونوقف هذا الانهيار، يا أما أن الانهيار بيستمر ولن يوقف بعد اليوم. وأمامهم خيارين لا ثالث لهم، لهم وعلينا، ولنا وعليهم. نحن مع بعض أشقاء، مع بعض أخوان، يجب أن ننظر لهذا الوضع السيء. المواطنين في حالة لا يعلم الله، بندخل على رمضان، وندخل على رمضان، رمضان جاي إن شاء الله مش يكون المخزون الغذائي متوفر بشكل أفضل، مش يكون الناس الأسعار معقولة، يوقف الانهيار في العملة، يوقف، مش لازم ينزل، يوقف في حد معين، ولكن لا يزيد ولا ينقص بعده. وعلى نفس الصعيد أكد عدد من رجال المال والأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة وجمعية المصارف والبنوك على أهمية هذا اللقاء للتشاور حول مكامن الخلل وأسباب التدهور الاقتصادي وسعر العملة. الدولة يجب أن تقيم ما هو واجب عليها، وهو عودة الدورة المستندية للبنوك اللي هي موجودة، بدل ما يكون عبر الصرافين يجب أن يكون البنوك هي القائمة بالأعمال. رجال المال والأعمال طبعا بدون دولة ما تصلح، ولا يقدر يقوم أي شيء إلا بدولة، لكن على الدولة أن تقيم واجبها وتقوم بما هو أفضل وما هو أحسن وما هو هيئة للاستثمار. البلد فيها موجود خير كبير، لا وما هو موجود في أي دولة. أتله دعا رئيس الغرفة التجارية في محافظة عدن لمجموعة الصرافين ومجموعة رجال الأعمال وسيدة الأعمال للتلافي تدهور العملة في اليمن يعني وصعوبة وجود صعوبة لدى المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية. لذا نحن متأملين في هذا اللقاء أو المؤتمر، نحن ندعو شركائنا في الحكومة. من خلال هذا اللقاء بعثنا رسالة واضحة تحث كافة الجهات المسؤولة في مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكذلك الأشقاء في التحالف في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، ونطالب الجميع بإيقاظ الهمم واستعادة النشاط الاقتصادي المتمثل بتوسيع وعاء النقد الإيرادي وحجز الطاقات الإيرادية وتوسيع النقد الأجنبي بما يلبي حالة حاجة الاستيراد وفاتورة الاستهلاك. تصحيح الدورة المالية النقدية يتم بتفعيل كافة الطاقات الإيرادية وتوجيهها وتطويعها إلى توجيه كافة الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي حتى يتوفر النقد بما يلبي الالتزامات والنفقات. وقد خرج اللقاء التشاوري ببيان أكد فيه على ضرورة اعتماد الحلول المقترحة من أعضاء اللقاء الذين شاركوا في وضعها وتقديمها لقيادة الدولة والحكومة لحل الأزمة. طبعا هذا اللقاء الذي نظمته للغرفة التجارية والصناعية بحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال وجمعية البنوك والصرافين وكل المهتمين بالشأن الاقتصادي. طبعا اللقاء خرج ببيان، البيان يهدف إلى انتشال البلد من الوضع الاقتصادي المتدهور، وعلى أمل أن يتحسن الوضع اقتصاديا، وأن يلقى هذا البيان تجاوب من الحكومة ومن الجهات ذات العلاقة لما له من أهمية في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس. وقد جاء هذا اللقاء التشاوري الموسع وبيانه الختامي الذي دعت إليه الغرفة التجارية والصناعية بعدن لبذل الجهود من أجل تحسين الشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. لقناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن. إلى ذلك، نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية صيرة بمحافظة عدن نزولا ميدانيا لعدد من الأسواق في المديرية لتفقد الأسعار وصلاحية المواد الغذائية. وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمديرية محمد دومان إلى أن النزول يأتي في إطار مراقبة الأسواق ومدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالأسعار التي حددها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، مشيرا إلى أن ما تبذله الأجهزة الرقابية في المديرية من اهتمام لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق داعيا المواطنين إلى التعاون مع فرق المتابعة وإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات.
عقد بمقر السلطة المحلية بمديرية يهر بمحافظة لحج اجتماعا ضم مدير عام المديرية محضار بن حسين ومدير مكتب الصناعة محسن الحربي. ناقش آلية العمل بتعميم مكتب الصناعة بالمحافظة بشأن حصر المحلات التجارية في المديرية ومنح التراخيص والسجلات التجارية لها، وكذا النزول الميداني لمراقبة الالتزام بالأسعار وصلاحيات المواد الغذائية. كما أقر الاجتماع مطالبة مكتب الصناعة والتجارة بإرسال كافة الوثائق المتعلقة بمنح تراخيص مزاولة المهن والسجل التجاري، بالإضافة إلى زيادة مخصص المديرية من الغاز المنزلي. سويا إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في حلقة جديدة من الحصاد الأسبوعي. دمتم بود، إلى الملتقى.